اسعد الله اوقاتكم حبايب القلب. اليوم المقطع اسطوري وطلبتوه مني كثير على فكره، بس اليوم قررنا نعمله. بس مع مين قررت اعمله؟ انا ودانا وسنفور. اللعبه بالمختصر، انا راح ارسم رسمه ولازم دانا وسنفور يحزروا شو هي، حلو؟ بكون معهم وقت معين، والعكس صحيح، دانا لازم ترسم رسمه وحمودي او انا لازم نحزرها، وحمودي نفس الشيء برسم رسمه، حمودي اللي هو نفسه سنفور، انا عجقتكم بعرف. خلص خليني اعتمد سنفور بهذا المقطع. دانا مبدئيا انت وحمودي راح تخسروا. ابغازي فكري بكلامك مره ثانيه. انا مني وعلي رسماتي راح تكون اكيد صحيحه تفهموها، بعرفش انتوا رسماتكم كيف راح تكون الصراحه يعني. اسمع مستحيل تفوزوا، مستحيل، انا بحكي لكم. كثير واثقه من حالها ترى دانا، انا هيك انا هذا اللي شايفه يعني. هذا مش بس كلام، قول وفعل ما عليك. دانا لا تطايتي كثير. قطعا في حديثكم، انتوا تنافسوا على المركز الاول الثاني والثالث وانا اعطوني الاول ورايح وحالي. يا الله هذا بهايط، هذا طلع اخوي الكبير بس بهايط زي ابو غازي، بس نازل هياط. كانكم اخوان. كاننا اخوان سبحان الله. اسمعوا يا الربع، اذكركم بشيء دائما بنسى اذكركم. الان حط لي لايك لو سمحت، لو سمحت فضلا وليس امرا، حط لنا اشتراك كمان لاني قربت كثير على 3 مليون مشترك، واكتب لي كمان من وين بتتابعني. تخيل كل هذول. لا وفي كمان شغله رابعه، رابط قناه دانا موجود بالوصف، تخيل كيف؟ عشان تشوفوا الجزء الثاني. حتشوفوا دانا كمان راح تصور نفس القصه عندها راح نسوي. تمام. تعالوا نبلش، بلاش نكثر حكي، خلينا نشجع نحمس المتابعين. يلا تعالوا يا جايز، يلا ليتس جو. تعالوا نشوف اول رسمه انا راح ارسمها، ليتس جو. يلا نشوف ابداعات ابو غازي. يا اخوان ابو غازي من الله بيعرفش يرسم، انا مش عارف كيف افهم عليه هسه. جاهزه للكتابه؟ يلا. والله رسمي صعب يعني. لا بس صعب كثير. كيف ترسم لهم هسه؟ هذا سلك حلو، اوكي ممكن ارسم لهم تلفزيون هيك، وهذا بنشبك فيه انه هذا الاشي. راديو؟ لين صدمت. اوكي هذا شو هو؟ شو؟ تلفزيون، تلفاز لا ريموت بركم. هذا اللي شو هذا؟ شو هذا؟ هاي والله يا ابو غازي ما حدش بيعرف شو هاي غيره. ريموت؟ لا ها بعطيهم هنت، يلا ثلاث احرف. هاد ما هذا يا زلمه شو هذا؟ صحن، قارب. نفسي اسرع لهم مش قادر. ريموت، قارب، سهم. يا حبيبي اعطيتكم هنت، يلا ثلاث احرف. سهم صح؟ لا قربت. شو هاد؟ ولكم اشي بيربك بالتلفزيون. ايش هاد اخوان؟ ثلاث احرف وعدكم اول حرف منهم شمس. حمودي بكتب شمس. بانيو طلع يا زلمه. شو بانيو يا زلمه؟ غازي ايش هاد الرسم؟ اذا رسمت لكم تلفزيون ورسمت لكم سلك، هو سلك. سلك هذا سلك، هات سلك ابو غازي. شو اي شيء بسلك؟ لولي اناناس ولا غابه؟ كيف بدي ارسم لهم اناناس؟ شلون الاناناس؟ حبيبي شوف رسمة دان الابداع. الناس شكل الاناناس. حسيت انه بيض، انا ما بعرف ليش. شجره ممكن؟ جوافه. هي هيك مشبكه يعني، مش مشبكه ما بعرف شو قاعده بسوي انا. اناناس. ابلع يا ابو غازي. اناناس والله صح. انا مش عارف شو قاعده برسم، كيف عرفتوها؟ يلا ابلع. رسامي طلع عندنا احنا شعريين. طلع عمودي سرقها قبلي الحق. ماشي يا حمود. مكنسي. احلى رسمه راح ارسمها في حياتي يا اخوان، احلى رسمه راح ارسمها في حياتي فعليا. خط. هو خط واحد هيك. خط واحد هيك. بلش يتفنن هو مبدئيا. مطرقة، شاكوش، لمبة. شو هذا يا سنفور؟ شو هذا؟ مكنسة. شجرة، مع انها ملهاش دخل بالشجرة يعني، بس بتوقع منه هي شيء. يس صح. احا دانا حزرتها. دانا عرفتها. كيف حزرتها؟ يا اخوان ترى والله مش راضي يعطي هنت يا ابو غازي، انا مش عارف كيف بدي اساعدك، هي بكبس هنت مش راضي والله. خلاص عشان انا حزرتها بقدر ياخذ هنت، ترى مرة سهل. القوم ابو غازي. والله ما مش عارف يا اخي. زلمة احنا بشو بنشيل التجبة؟ بالمكنسة. يا الله. والله سهلة سهلة. يا الله. سهلة. يلا بس بورجيكم كيف يرسم هذا. خلاص ابو غازي على الفاضي ما بعرفش يرسم. اوكي ممكن اعمل هيك، اعمل له هيك وهيك واعمل له هيك اسنان. يا سلام. حصان مريض. اشاره ديناصور حصان. اشاره دهنا. شو اشاره؟ ثعلب ثعلب ثعلب. والله مبين عليه ثعلب. خلاص او تمساح. او كلب. مين بيحكي او غير الكلب؟ او كلب. كلب قطه تمساح. شو بيحكي او يا جماعه؟ ذئب. يلا سهلت الموضوع عليهم. يا الله. مش عارف تكتب ذئب. ذئب. كيف دارت تكتب؟ مره متاخره. عجبني. بقطع قاعد وارجع ارسم نفسي. انا ايه؟ يلا انا. شو انا؟ ايش دانا؟ شو انا؟ انا دانا. يا الله احذروها. شو انا دانا؟ قصدها بنت. يا ربي والله حلوه كانت.
خلص انا دانا انا دندر بنت انا دانا. لا يا اخوان واردة يلا. طب ايش اعمل؟ ايش قصدها؟ ايش بيكون قصدها؟ مش فاهم. يلا خلاص عيني غششتكم. مصاصة وردة. وردة. يا الله شو نهفة يا دانا. قصدها ان هي وردة. انا بقولكم وردة. خلاص خلاص انا فهمت الطابق. لسه حزر. والله كانت حلوة بس انت يعني مش عارفة ما بتحزر بسرعة. يي يا اخوان ابلع 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 ابلع. طيب المنشار كيف نمسك المنشار؟ حمود رسماته مش طبيعية يا زلمة. دانا بتحزرها ما بعرفش كيف. مفتاح مفتاح مفتاح. والله انه رسام. مش مفتاح. مش مفتاح؟ ايش هاي؟ مش مفتاح؟ طب ولا شو يا احا؟ اوكي كيف ليه عرفت انه مش مفتاح؟ قفل. احا اول حرف ام. ايه منشار. كيف حزرت؟ اسطورة اسطورة. مفتاح وشجرة؟ لا لا انا مش حمار يعني. هاي شجرة وهذا مفتاح. مفتاح الشجرة شو ممكن؟ شو بننشر الشجرة؟ شو بنقطع الشجرة؟ وازي يعني والله العظيم يعني اقسم بالله مستحيل يعني. انا مش غبي لهالدرجة. هذا منزل انا. يا الله مفتاح. حلو حلو حمودة هنيك تحسن جسمك. نعم اختي تعسل كيف تحزري له؟ مفتاح شجرة. صرت افهم عليها. جد الله العظيم. طلعوا رسماتي ما احلاها. طلع الاخير يا زلمة. ايوه ابلع. اوضح من هيك؟ هاي حزرها. طلع كيف؟ ثاني، اقسم بالله اني رسام. تلفز؟ تلفز ده انا بتقول لك. حلو 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 حلو. حلوة تلفز كمان حلوة. تلفز قراتها. بدي حصص عربي. منسف ولا نسف؟ منسف منسف. اوه ماي جود اوه ماي جود رح اسميها منسف. يلا نشوف رسمة دانا الله يستر. اوكي هي الصحن وهلا باللون الاصفر عندنا رز. لا لا شمس بيض. بعدين عندنا لحمة. والله لو 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 لحزرها قبلي طعام صحن. بيض عليه حب شباب. بيض عليه حب شباب. الله يقربك دانا. مشان الله دانا مشان الله دانا. شو ايش هذا؟ اكل هو. طب احنا عارفين انه اكل. بعدين راح ارسم لهم اردن. دانا ايش ايش بتحاولي توصلي؟ يلا احزروها عاد. اوه جابها قبلي. انا قبله صح؟ يا رب انا قبل. احزروها مع بعض. والله جبتها قبلي يا ابو غازي. انا قبلك؟ قبلي بشعره. قبله. واخذ نقاط. شوفوها شوفوها شوفوها. اوكي الله يستر. دائرة. بلش يتفنن هم. طيب ما ازقعك يا حمود، شو اللي بتعمله؟ شو هذا؟ خلاص شو بدهم يحزروه. قمر، أول حرف قاف، قمر الدين، آخر حرف قاف. قارورة. نرسمهم كمان واحدة كمان واحدة. يا رب تعمل إشي مفيد بس يلا. شو بحرف القا؟ قنبلة. قنبلة؟ والله ممكن. قنبلة، والله قربت. قنابل. مش قنابل؟ القنبلة بالتال مربوطة غبية. إذا مشان الله حمودة، يا جد صار نفسي أعرف شو هذا. قنبلة. مش قنبلة. برا 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 أنت وياه برا. شو برا؟ أنت إذا ما بنحزر الرسمة أنت بتخسر نقاط عشان تكون بالصورة. ما تسألني شو كان. اسمع هي قنبلة بس كيف إيش بتتكتب؟ إيش اللي برا؟ قنبلة. قنبلة. كيف بتتكتب بالنون؟ قنبلة. تاء مربوطة. قنبلة. قنبلة. خليته مربوطة ما عطاني. دوري دوري يلا يلا يلا. طلع مع احلالي بالرسم. ايش هو هذا الزراق ابو غازي؟ دانا حزرتها احا. صح. شو؟ دانا من اول مرة ابو غازي اخذت لقبك لو سمحت. يا اخوان بلاش تحس في غش في الموضوع. ايش في؟ هذا يا حمودة اسمه الذكاء. مش الذكاء، اسمه ابو غازي الفنان الرسام. انا اخذت لقبك مبدئيا. شكرا باي. دوري وراح اختار فستان. وهي الايدين. شو بتتوقع هاي الرسمة تكون يا اخوان؟ فستان. فستان. ايوه. ايه الله. اوف والله ابو غازي وراي على السريع. خرا اذا الجمال في البطل. ابو غازي فاز انا الاخير. يلا يلا هسه هسه يلا حمودة روح دورك. ابغى مستوى يا عيال. طيب كيف ترسم لهم؟ ما صورة. بئر. لا مياه. مويه. هاي بيكتب مويه مويه. لا يا بس بالتال مربوطه. انا والله كتبت. يلا كتبت انت. وانا والله العظيم وانا. غششنا غلط. لا صح. يلا يلا داري. شوف 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 شو ما سهل. هسه يزرعوا على السريع. ترسم لهم كره فن. كره سله صح؟ شباك. كرة قدم. يلا اسهل من هيك ما في. بدون قدم هي كرة. What the hell is that؟ كرة. كرة ترى سهلة يعني. يعني سهلة يعني بدهاش فن يعني. كرة. هيو وتضرب. اوكي حمودة حزرها. دانا المفروض ما تحزرها. شبك. دانا يعني اشي بنشاط. لا يا دانا. كرة. اوف 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 كرة كرة كرة. يي بالتال مربوطة. يا الله. يا اخوان انا مركز ثاني لسه. والله انا الاخير والله. صعب عليكم يا جماعة. ركزوا ركزوا. اي بدها تطلع مركز اول بدها ترسم لنا رسمه مش هنجيبها. عارف شو في ببالها يا اخوان. عارف شو في ببالها. هو اذا بتخسر بالرسمه بتخسر نقاط يعني ما بيطلع لها نقاط عشان تكون بالصوره. بالضبط لازم تحزروها. وبطاطا. جد شو مفتاح؟ قلاع.
قلاية. قلاية جواتها بطاطا. بيض، كتبت بيض انا. ايش الاشي اللي بنحط بالقلاية؟ مش فاهم. مش فاهم انا. ايش؟ ايش؟ عنا بطاطا. جايز انتو كيف تاكلوا البطاطا؟ ما بتقلوها؟ طيب. استغفر الله. بطاطس. يلا حمود مستطيل. ريسيفر. شو هذا؟ حية. مش ريسيفر. ريسيفر بحر. شو هذا يا حمود؟ رعد مثلا؟ راوتر. اه تلفزيون. مش راوتر ولا ريسيفر. كيبورد. راوتر. اه صح، يا الله بكره بكره الكيبورد. اكثر من هيك رسمي ما بقدر اساعدهم. جبتها يا الله. كيبورد ابو غازي ايش فيها يعني؟ جلطت ولا اكتب كيبورد؟ كيف بدي ارسم لها هاي الرسمه؟ دقيقه شوي، دقيقه مش راح اعرف ارسمها، كثير صعبه. سنومان. رجل ثلجي. في الحمام. كرسي. بعرف شو اسمها. كابينة. كرسي. جورة. رجل ثلجي. سنومان. شطابة. شطابة. ما بعرف شو اسمها بس اسلم. ابو غازي شو هاي؟ مرحب. لا عربي فصحى بالارض. هاي يلا الرسم الابداعي. ده انا كل اشي بترسمه اصفر. كيف الجرس بيكون؟ ملح. لا ما بعرف اكتب ولا بعرف ارسم. ايش؟ بي في جي؟ شو بي في جي يعني؟ تن. تن. يا الله شو هاب. تن 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 تن. جرس. جرس. ووو. لا يا زلمة. لا يسمي اعتذري يا زلمة. كيف كيف ابو غازي اول مرة بشجعك على الاشي اللي عملته. هالو جرس. انا كانوا يسموني زمان جرس. شكرا ابو غازي انك حزرت. ابو غازي جرس. لا يا زلمة. دينغ دينغ دينغ. لا الحمد لله في امل، في امل اني افوز يا جماعه. لازم افوز. لا مش لازم تحزر هسه، ايش لازم محمود يرسم؟ لازم بس انا اللي احزر. اخوان جد اني رسام اقسم بالله يا زلمه. عنكبوت. شمس. ميبي. مروحه. دوامه. عنكبوت. ايش هذا؟ سما. نجوم. شو هذا؟ اشي اشي. اوكي اشي كبير. مجره. اخوان اشي كثير كبير هاي. مجره اي ثينك. اوه والله اني سفاح. كفو ابو غازي. كفو والله. كفو والله انك كفو. والله انك كفو. افا عليك. لا المجرة فيها الوان. ايه نجوم. انتو مجرة لحالها مش فاهمينها. مغسلة. ابو غازي رش معي. ابو غازي كاميرا. والله كاميرا. والله اني فنان. ولكم والله كاميرا. غسالة. غسالة. مغسلة غسالة في فرقان. يا الله ظلم يا جماعة. بدي بليز بليز. والله اني رسام يا اخي. اسمع ابو غازي جاوبتها قبلها غلط بس. اوكي وانا كمان جاوبتها قبل غلط وانا بدون كيبورد. بس كيف رسمي؟ كيف رسمي بالله عليكم؟ والله اني صراحة ابداع ابداع. المهم يا جماعة اخوان حرام على نقطة نقطة بيني وبين دانا. صعبة عليك. ايش شو بدك مستوى تخسر؟ انت الهياطك يعني. اخوان انا جد هستخدم الموضوع. انا نقطة ضايل لي اخوان. بس والله اني رسام يا جماعة. افككم الحكي. رسام رسام بس خسران عادي صراحة يعني. رسام خسران حلوة برضه يعني لها صيت كويس صراحة. بعرف اذا حبوها الناس ولا لا اللعبة، بس يعني اذا حبيتوها اكتبوا لنا بالتعليقات، حطوا لنا لايك، حطوا لنا كلمة حلوة، اشتراك من هون من هون، وطبعا يعني كمان رابط قناة ديالي اذا حابين تضيفوها يعني موجودة كمان بالبايو يعني. خلينا نوصلها مليونين ثلاث. لا بتصير على مني هيك مليون واحد كويس عليها. الله يسعدكم جميعا وان شاء الله انكم استمتعتوا اليوم معنا في هذا المقطع الاسطوري. اذا حبيتوا اللعبه برضو لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات. حب كبير لكم. سي يو. باي باي.